عندما تضعف الدولة ويتلاشى دورها يتعاظم دور الميليشيات وتمسك بزمام الأمور، ولأنها لا تدين بالولاء للعراق وأهله فقد باتت تعبر عن سلطة احتلال خارجي تختطف الوطن وتستنزف خيراته. دراسات عراقية وأخرى غربية تؤكد أن إيران تستخدم الميليشيات لتنفيذ سياستها الخارجية التوسعية في العراق وسوريا ودول أخرى في المنطقة، وبالطبع فإن من أبرز مهام هذه الميليشيات تأمين الممر البري الاستراتيجي بين طهران وسوريا ولبنان عبر الأراضي العراقية، والذي تستخدمه إيران لإرسال الأسلحة والصواريخ لدعم النظام السوري، فضلا عن تأمين تجارة طهران غير الشرعية وتمرير المقاتلين والوقود لخدمة مخططات إيران التوسعية. ويمتد ذلك الطريق البري في العراق عبر المنافذ الحدودية في محافظات الوسط والجنوب المحاذية لإيران، حيث تخزن الميليشيات السلاح والصواريخ في ناحية جرف الصخر شمالي بابل، التي تعد مركزا لعمليات ميليشيا حزب الله اللبناني والعراقي والحرس الثوري الإيراني. ولتأمين تلك المهام المشبوهة تعمد الميليشيات إلى تنفيذ مخطط للتغيير الديموغرافي لرسم خريطة سكانية جديدة في المناطق المحيطة بذلك الممر الإيراني عبر انتهاج القتل والخطف والتهجير سبيلا لذلك. وبحسب مراقبين فإن جميع التحركات الإيرانية عبر الحدود العراقية ذهابا وإيابا من إيران أو سوريا لا تخضع لأي تدقيق أمني أو عمليات تفتيش في المنافذ الحدودية العراقية، ولا عجب في ذلك، فالميليشيات الموالية لنظام طهران تسيطر على المنافذ الحدودية لتتلاشى بذلك معالم الدولة ومؤسساتها، وليتحول العراق إلى امتداد جغرافي لمناطق النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.